كذا حد سألني بصور بكاميرا نوعها ايه وبكام عشان اقدر اطلع فيديو بالكواليتي دي. بصراحة السؤال ده كان مفاجأة جدا بالنسبة لي، لان في الحقيقة انا بصور بموبايل، ومش كده وبس، انا مش بصور بايفون ولا باي موبايل جديد، انا بصور بموبايل واوي واي 9 2019، يعني موبايل فئة متوسطة وقديم والكاميرا بتاعته وحشة جدا. طيب ازاي عملت الكواليتي دي؟ الموضوع ببساطة بيتلخص في كلمة واحدة بس، الاضاءة. رقم واحد، اقفل خالص اي اضاءة موجودة في الأوضة، اقفلها تماما. رقم اتنين، انا عندي اضاءة رئيسية اللي هي السوفت بوكس بتاعي، وده مش شري، ده هي هاند ميد تماما، ومجرد لمبة ليد كبيرة محطوطة جوه بوكس انا عامله وطلع بالمنظر ده، وحاطط بس قدامها شنطة علشان تبقى الاضاءة ناعمة، ومقربها من وشي بالمناسبة. تالت حاجة، محتاج ان انت يبقى عندك اضاءة في الجنب بحيث تنور الجنب دوت، وانا هنا في الحالة دي عندي رينج لايت عامله، والرينج لايت دوت بالمناسبة برضه هاند ميد، وكنت عامل الفيديو بتاعه لو عايز تبص عليه معمول ازاي. في اضاءة على شعري لو واخد بالك علشان ما يبقاش يعني ما تبقاش الحتة دي ظلمة قوي، ودي بالمناسبة مجرد لمبة عادية جدا معلقها فوق بسلك. طيب ايه كمان بقى؟ في عندي ورا هنا لو واخد بالك دي مجرد بوكس كنت عامله زي مقلمة كده، وحاطط جواه لمبة عادية جدا ومنورها بالشكل ده عشان تعزلني عن الخلفية. والموضوع ببساطة محتاج تجربة علشان تقدر تطلع كواليتي كويسة ترضيك، وفي نفس الوقت تبقى مناسبة للموبايل بتاعك. وبس كده يا سيدي، ودي الطريقة اللي أنا بقدر أطلع بيها الكواليتي اللي أنت شايفها قدامك دي بكاميرا الموبايل القديمة التعبانة، بس موضوع محتاج شوية مجهود.